كلمة كاتب ومثقف التركماني عن الطاجك. الطاجك هم أنظف وأقوى أمة في آسيا الوسطى، هم إحدى الدول القديمة في آسيا الوسطى، لم يأتوا من أماكن أخرى لكنهم أمة أصيلة، وهم ممثل الفرس. هؤلاء هم أشخاص الناطقين بالإيرانية، وهم ممثلو حضارة الفارسية، الحضارة القديمة. إنهم مثل هذه الأمة، لقد احتفظوا بهذه الحضارة في أنفسهم. الطاجك هم آريون، هذه الأمة نظيفة وقوية جدا. الطاجك هم أجمل أمة في آسيا الوسطى، ولهذا السبب فإن الطاجك أناس مميزون. إنهم طيبون ومهذبون ومثقفون ولديهم مستوى عال من الفهم. الطاجك مسلمون حقيقيون، ومن الخطأ الكبير التعامل مع الأمة الطاجكية على أنها أمة صغيرة بلا هوية. أريد أن أقول إنه إذا رأيت الممثل التالي لهذه الأمة الطاجك، فيجيب أن تعلم أن الطاجك يتفقون على الدول الأخرى في اتحاد السوفيتي سابق. هذه هي الصفات الطاجكية، إنهم أقوى وأحكم وأجمل شعوب آسيا الوسطى. إنهم أناس قديمون جدا. هؤلاء الفرس ممثلون الحضارة الفارسية القديمة في أراضي اتحاد السوفيتي سابق. هذه هي أمة متحذرة. إذا قابلت ممثلي هذه الأمة في المستقبل، فأعلم أن هذا ممثل حضارة قديمة.